الاتحاد القدم في مناقشة إعفاء الدكتور خالد البطين وفي قبول استقالة رئيس هيئة رابطة دوري المحترفين محمد النويصر، وبتكليف أيضا، هذا خبر خاص بالرياضية يعني منشور غدا في الرياضية، والمؤشرات أو مصادر الرياضية تكشف أنه يتم ترشيح ياسر المسحل. الى هنا الخبر عادي، لكن انا استغرب انه ياسر مسحل بديل لمحمد النويصر مؤقتا في الرابطه كرئيس للرابطه، كرئيس للرابطه في اداره اعمال الرابطه الى ان تنتهي الفتره اللي مكلف فيها محمد النويصر. انا يعني اذا ما خانتني الذاكره الاستاذ محمد النويصر سبق انه صرح وانه اكد انه 2015 حيكون نهايه علاقته بالرياضه، اللي هو الأستاذ محمد النويصر. محمد النويصر أتذكر في تصريح سابق. تصريح سابق. نعم. لكن يبدو أنها يعني إنه استقالته من هذه وتمهيدا لترشيح نفسك كرئيس الاتحاد القادم. تابعنا أخبار أنباء أنه من الأسماء المرشحة. من الأسماء المرشحة. أو بيقدم نفسه كمرشح للاتحاد القادم. وبالتالي تقديم استقالته هو تمهيد لترشيح نفسه. يعني قصدك كيف يصرح أنه راح يبتعد والآن يريد أن يرشح نفسه. كان تصريح ينهي علاقته نهائيا بالرياضة. فهذه فيها تناقض. أتمنى أن يكون الأستاذ محمد النويصر أيضا أن يوضح هذه النقطة بشكل واضح. نعم.